في الفيديو السابق اتكلمت عن 8 مشاهير دخلوا السجن، ومن ضمنهم اتكلمت عن جاستن بيبر، باريس هيلتون، وروبرت داوني جونيور. في الواقع عدد المشاهير اللي دخلوا السجن في أمريكا كان كبير جدا، ما قدرت اتكلم عنهم في فيديو واحد، ولهذا السبب بتكلم عن مجموعة ثانية من المشاهير في هذا الفيديو. لا تنسون تشوفون الفيديو السابق لأنه كان رهيب الصراحة، ويلا نبدأ الفيديو ونتكلم عن 8 مشاهير دخلوا السجن. في المرتبة الثامنة بنتكلم عن مغني مشهور جدا، متأكدة انكم تعرفونه، يحبون الشباب والبنات، ألا وهو كريس براون. كريس براون ما دخل السجن مرة واحدة بس، بل دخل السجن أكثر من 5 مرات، وكلهم في العادة يكونون لنفس السبب وهو الاعتداء والضرب. الإنسان هذا عصبي جدا وضرب نص الناس في الكرة الأرضية، ضرب المصورين، ضرب موظفين في الفنادق، ضرب جماعة مرة في مطعم، وضرب أحد المعجبين لأنه كان يحاول ياخذ صورة لكريس براون من بعيد. باختصار شديد، لو حد شاف كريس براون من بعيد لا تقربون منه أحسن، لأنه راح يضربكم. في المرتبة السابعة بنتكلم عن تايجر وودز. تايجر وودز لاعب غولف محترف، الصراحة أنا ما أعرف شيء عن الغولف ولا فاهمة ليش في ناس تتابع هذه الرياضة التعبانة، ولكن ما في شك إنه لاعبين الغولف يكسبون مبالغ كبيرة، لدرجة إنه تايجر وودز في سنة من السنوات كان أغلى رياضي في العالم، يعني ياخذ فلوس أكثر من لاعبين كرة القدم ولاعبين كرة السلة. تايجر وودز دخل السجن لأنه كان يسوق تحت تأثير الكحول والمخدرات، هذا الشيء اتكرر أكثر من مرة وكان السبب في انتهاء مهنته الرياضية. في المرتبة السادسة بنتكلم عن مايكل جاكسون. مايكل جاكسون إنسان غني عن التعريف، أتوقع الكل يعرف مين هو مايكل جاكسون. مايكل إنسان كان طول حياته بعيد عن المشاكل، هو من المشاهير القلائل اللي ما تورطوا في المخدرات وهذه الأمور، ولكن في 2003 تم إلقاء القبض على مايكل جاكسون بتهمة اختطاف الأطفال وأشياء ثانية ما رح أذكرها في هذا الفيديو لأن شيء بشع جدا جدا. مايكل في النهاية أخذ براءة على هذه التهم لأن ما كان فيه أدلة كافية، وإلى هذا اليوم الناس منقسمين نصين، في ناس يشوفون إنه مايكل هو شيطان على جسد إنسان، وفي ناس يشوفونه إنه ملاك على الأرض وألطف الكائنات. وإلى الآن في نظريات مؤامرة كبيرة على مايكل ممكن أتكلم عنها في فيديو آخر. على العموم اكتبوا لي في التعليقات إذا برأيكم إنه مايكل جاكسون فعلا سوى الأشياء اللي اتهموه فيها، ولا هو بريء والموضوع كله كان مجرد إشاعات. في المرتبة الخامسة بنتكلم عن مشهور يطلع في أفلام كثيرة، والصراحة هذا شيء غريب نظرا لماضي الإجرامي. بتكلم عن ممثل اسمه مارك ويلبرغ. مارك يطلع في مقابلات على إنه شخص حبوب ولطيف ويضحك دائما، ولكن اللي أنا انصدمت منه إنه مارك إنسان عنصري إلى أبعد الحدود. مارك دخل السجن لما كان عمره 16 سنة لأنه ضرب واحد من أصول فيتنامية، لأنه مارك ما يحب المهاجرين، بمعنى إنه ما يحب الناس اللي يهاجرون لأمريكا سواء كان هندي، صيني أو عربي.
وحكم عليه بسنتين في السجن. مارك ما خلى أي أحد في حاله ودخل السجن مرة ثانية لنفس السبب، لأنه اعتدى على شخص من أصول هندية. في المرتبة الرابعة بنتكلم عن ممثلة كان ليها جزء كبير من طفولتي الصراحة، وهي لينزي لوهان. لينزي كانت ممثلة في قناة ديزني من زمان، والحين الصراحة ما أدري هي فين. لينزي طول الفترة اللي كانت فيها في ديزني كان عندها صراع مع الإدمان، وهذا الشيء أدى إنها تدخل السجن مو بس مرة أو مرتين، بل 9 مرات وحتى أكثر من كده، لكن ما عندي وقت كفاية نتكلم عن كل المرات اللي دخلت فيها السجن. في 2017 لينزي حكم عليها ب90 يوم، ولكنها قضت 2 يوم بس. اللي يعرف فيلم ترانسفورمرز أكيد شاف هذا الإنسان. هذا الآدمي اسمه شايا لابوف. شايا لابوف كان عنده مشاكل مع القانون من لما كان عمره 9 سنوات بس. في يوم من الأيام لما كان صغير مسكوه وهو يسرق من محل نايكي، ودخل السجن حق الأطفال اللي أنا ما أعرف اسمه الصراحة. ومن وقتها الإنسان يدخل السجن ويطلع مرة ثانية. شايا لابوف ولا مرة دخل السجن بسبب المخدرات، ولكن مشاكله أكثرها كان نتيجة تصرفاته الغريبة. الإنسان عليه تصرفات غريبة، ما تدري هو شارب شيء ولا هو كده على طبيعته. المرتبة الثانية عندنا ممثل ما حد يعرف ايش اسمه، ولكن الكل شافه في مكان، وهذا نتيجة انه الانسان يمثل في افلام كثيرة خصوصا في افلام الاطفال. تيم آلن بدأ يشتهر بعد سن 30، ولكن قبل سن 30 تيم آلن كان يبيع مخدرات. في أمريكا تهمة بيع المخدرات توصل ل20 سنة في السجن، ولكن آلن أعطى أسماء التجار اللي كان يتعامل معاهم، ولهذا السبب خففوا عليه الحكم وقعد في السجن 2 سنين بس. ومن بعدها تيم آلن وهو من نجاح لنجاح، وابتعد عن حياة المخدرات والجريمة تماماً. في المرتبة الأولى بنخش في الصدمة الكبيرة. الصراحة أنا سويت هذا الفيديو بس عشان أتكلم عن هذا الشخص، ألا وهو بيل جيتس. اللي ما يعرف مين هو بيل جيتس، بيل جيتس هو الشخص اللي أسس شركة مايكروسوفت، وكان ليه مساهمات كبيرة في عالم التكنولوجيا. في الواقع بيل جيتس دخل السجن 2 مرات في حياته. اللي أنا اكتشفته إنه بيل جيتس إنسان يحب السرعة، يحب السيارات السريعة، ولما كان شاب أتوقع عمره كان 20 سنة، في 1975 تم إلقاء القبض عليه لأنه كان يسوق بسرعة رهيبة ويعدي الإشارات الحمراء، وفوق هذا الإنسان ما عنده رخصة قيادة. قعد في السجن 6 ساعات وطلع بكفالة. وبعدها ب2 سنين في 1977 دخل السجن 2 ثانية لنفس السبب، لأنه كان يسوق بسرعة كبيرة ويعدي الإشارات الحمراء، وطبعا بدون رخصة قيادة. الواضح انه بيل جيتس عنده مشكلة مع رخصة القيادة. ما ادري ليش الآدمي مصر انه يسوق بدون رخصة قيادة. وبس يا جماعة الخير، هذا كل شيء عندي لفيديو اليوم. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون تحطون لايك وتشتركون في القناة، وإذا ما عجبكم الفيديو عادي على راحتكم. شكرا جزيلا على المتابعة، وأشوفكم في الفيديو القادم.